إذن هي عندي هون حل. هلا لاحظوا هون ما غيرنا الكار، ما طلعنا إحنا الكار لأنه انجبرنا عليها، بس عمال نقول إنه هاي الكار مرتاحة أكثر من هاي الكار. آخر إشي نحط المعادلة تبعت A W T لأنه سينجل إنترنس، بقدر أطبق هاي المعادلة P ماينس 1 على 2 في 1 على لامدا ماينس T P، أظن هيك المعادلة. عندي بالحالة الأولى 5.8 ناقص 1 على 2 في 1 على 0.27 ناقص 1.2، والحالة هاي بالحالة الأولى اللي هون قديش بيطلع الرقم؟ 5.8 ماينس 1 4.8 على 2 2.4 6 سكند، اوكي؟ والحالة الثانية اي دبليو تي على السرعة الثانية راح تصير عندي 8.1 ناقص 1 على 2 في 1 على 0.27 ماينس 1.2 8.9 سكند. تقريبا مش شيء كثير اختار بين هدول الاثنين، طبعا هذا كله كالكوليشن، في الواقع راح يكون أسوأ من هيك، بس هذا لانه كله كالكوليشن. راح نحط هون هلا اي دبليو تي 6 سكند، وهون اي دبليو تي 8.9 سكند. هلا هون بدي اتخذ القرار اقول ايش بدي اعمل هون 66.9، ايش بدي اعمل بالحاله هاي. هلا من ناحيه واقعيه راح تكون العماره هاي اكثر من هيك، فلو كانت هاي مكانها 600، لو كانت العماره هاي منطقا يعني ما راح يكون اكثر عدد، اقل عدد من 50 بالطابق، ففعليا هاي المفروض تكونها 50. 50 في 30 قديش تعطيني؟ 1500. لو كانت هاي 1500 احتمال كبير انه الارقام هاي تزيد من هون، واضطر اني اعمل زونينج للعماره. هلا بنشوف شو فكره الزونينج وشو الافكار الثانيه.